أنا طبعاً أول مرة في حياتي يكون في مقر تدريب شرطة، ويعني لو مقر شرطة كولومبية يعني ما تصور قديش أنا متحمس التجربة ذي. فيلا نبدأ مع بعض. طبعا انا بياخذوني الضباط الحين عشان اغير والبس لبس هذا مكافحه الشغب، بعدين بيحطوني مع وحده يعني شرطه نسائيه. طبعا سالتهم قلت ليش حطيني مع نساء، قالوا ان هم اللي قاعدين ندربهم الان، فجت صدفه وانا طبعا ما خلفت. بيسماد هو اختصار الاحرف الاولى لفرقه مكافحه الشغب المتنقله، واعضائها هم من اكثر قوات الشرطه رهبه في العالم كله. نظرا لطبيعة التدريب الواقعية واللي تجعله جدا خطير، كان علي إني أرتدي الدرع الواقي المناسب. بس أحس إني ضابط كبير، قاعدين الشباب يساعدوني على والضباط يساعدوني على لبس اللبس. بصراحة أول مرة بس طبعا لبس عسكري أنا، فمعقد شوي. بدأ الأمر كأنهم يستعدون لمعركة، وبالرغم من أني كنت أعرف بأنه كان عندي كل المعدات اللازمة لحمايتي، إلا أنني ما استطعت أمنع شعور التوتر الشديد مما أنا بصدده. لما وصلت ساحة التمرين لقيت فيلق من ضباط الشرطة، بديت أدرك أن مخاوفي ربما كانت فعلا مبررة، وش أنا قررت نفسي فيه. Le dije hace un rato, no protege proyectiles balísticos, solamente objetos contundentes. الكلمات صراحة ما كانت جدا مطمئنة، مع اني متأكد في قرارة نفسي انها فعلا كانت كذلك. والله حر جدا. بدأوا الرجال يقذفون بالحجارة، بينما كان الحمل يقدم نحوهم ويطلق عليهم القنابل اليدوية. كان الحقيقة الأمر في غاية الرعب. والله صعب الصراحة مكافحة الشغب ذي. طيب يلا سعادة الرائد، عاد شلون شفت شغلي معكم اليوم؟ اصلح اكون شرطي في وحدة مكافحة الشغب؟ Bueno, para ser la primera vez, excelente. Fue muy bueno. Sí, pero sé que con un poco más de adrenalina, con un poco más de ejercicio físico, te vas a querer quitar todo. صراحة تجربة مخيفة، لأنه كلها تتمحور حول العمل الجماعي، إذا القائد قال شيء معين، زي سبحان الله خلية النحل. كل العساكر يعني يقومون نفس كل واحد يقوم بدور معين عشان يشكلون زي الحاجز البشري. بس فعلا نادر تحس ان العمل الجماعي بمجرد خطا واحد قد يؤدي الى اصابه زميل لك او حتى اصابتك. واول ما خلصنا اعطاني الضابط قنبله يدويه وبلطه ضخمه. توماسي يرومبي يا الحين جاء دوري لقياده المداهمه، لكني كنت جدا مرعوب. حتى الآن كان يومي رائع بشكل لا يصدق، يعني عمري ما تخيلت أبداً أني يوم من الأيام راح أتمرن مع قوات مكافحة الشغب وفريق للقوات الخاصة على تنفيذ مداهمة تدريبية. لكن الأمور رغم كذا على وشك أنها تكون أكثر حدة، يعني قبل شوي خبرني الضابط أني سأقوم بنفسي بتحطيم الباب وإلقاء القنبلة اليدوية. طيب واو، بتجرب على طول واحدة صدقية؟ ما تعطيني واحدة كذبية تعلم عليها أول. إستا إس ريال، كيرو كي سياس موي سيغورو دي تي ميسمو. أوكي؟ إنتنتالو أكا، vamos a ensayar esta. أويدوس! Ahí que lo tira a la sala. Ponga su mano así. Sí. ¿Por qué tienes miedo? Verdad, verdad, no, muy bien. Todo va a estar bien, muy seguro. Mucho. Ok, ahora lo vamos a hacer real. Toma tu rompedor, es tuyo. ¿Y
Granada. Coge. Vamos. Kafu ya rijal. الحين نخلي المنطقة. Saliendo. حماس احسن يبصل لعبه كمبيوتر كذا رصاص صدقي واسلحه وقنابل صراحه مره هذه الاخيره مره كانت بطله يعني حسيت اني انجزت شيء هو الحين وقت التدريب على البندقيه tenemos un fusil simulador de un rifle real solo que es con munición de pintura quiero que entres tú y otro hombre de mi equipo al cuarto y vas a experimentar que se siente disparar a una tarjeta. وراني الضابط كيف الواحد يملي البندقية ويصوب. شوف نقطة حمراء هناك. ese punto en la tarjeta. Vaya. Vaya. good. este es tu primer premio porque hiciste muy bien el primer trabajo. Cuídalo siempre. Recuérdalo siempre. يعطيك العافية. بحفظها من يعني مجموعتي الخاصة. شكرا جزيلا. صرت تقريبا شبه رسمي ضابط شرطة في شرطة كولومبيا.